السلام عليكم ورحمة الله. Welcome to Math Cinema. النهاردة هنحل مع بعض test on the first part of unit 5. وطبعا التست ده سواء على ال first part أو ال second part موجود على الجروب، وكان في فترة كافية ان انتوا تكونوا ايه حلتوا الامتحان، ودلوقتي تراجعوا معايا ايه الاجابات. فنيجي هنا ليه question number 1، بيقول لي هنا ال inscribed angle to the major arc may be acute, obtuse ولا right. فاحنا الاول كده نراجع مع بعض. احنا عندنا ايه، ادي سيركل، وعندنا هنا لو في 2 بوينتس، فال 2 بوينتس دول اللي بينهم هنا اسمه arc. فانت من A ل B ممكن انت تبقى واقف هنا وتمشي كده من A ل B، فده اسمه الماينور ارك. ماينور يعني ايه؟ الطريق اللي هو ايه، الطريق الصغير. خلاص، طيب ده الطريق ايه اللي هو الطريق الصغير، ماينور ارك. او ممكن انت تلف كده على واسع وتروح برضو ايه من A لحد B، ولكن ايه هتمشي طريق طويل. فالطريق الطويل ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه ميجور ارك. يبقى ايه دي اللفة الطويلة دي اسمها ايه؟ ميجور ارك. طيب يبقى هنا ده ايه؟ ده هنا الميجور ارك. وطبعا اي ارك في الامتحان طالما ما حددش يبقى المقصود الماينور ارك. يبقى طالما قال لك ايه بي ارك في اي مسألة وسكت، فده المقصود بيه ايه؟ الماينور ارك. لكن لما يحب يحدد الطريق الطويل بيكتب لك ايه؟ ذا ميجور، ذا ميجور اي بي ارك، او يحط لك هنا مثلا بوينت وليكن اسمها اف، ويقول لك هات لي الارك اي اف بي. يبقى غصب عنك ما ينفعش تمشي كده، لازم وانت ماشي تعدي على اف، فتمشي اي اف بي، يبقى برضو ايه خلاك تمشي على الميجور ارك. دي اول ايه، دي اول نقطة. تاني نقطة عندك هنا ان انت عندك في ريليشن بتوين السنترال والانسكرايبد انجل. فانت عندك هنا برضو ادي سيركل وادي سنتر وادي ده انسكرايبد انجل، بتبقى شبه ايه؟ شبه مثلث الجبنة النستو كده. خلاص، طيب ده كده اسمها ايه؟ دي اسمها سنترال انجل. بيبقى السايدز بتاعها تو ريدياي، ريدياس وريدياس. طيب نفس الانجل دي او نفس الارك ده لو انا طلعت بيه لحد السيركل فوق هنا كده هيكون عندي انجل، وهتبقى اسمها انسكرايبد انجل. بيبقى السايدز بتاعها تو كوردز، ده كورد وليكن مثلا بي سي، فهنا بي اي بي ده كورد واي سي ده برضو ايه كورد، فدي اسمها انسكرايبد انجل سبتندد باي ذا كورد بي سي. طيب خلي بالك بقى ان دايما ايه، دايما الانسكرايبد انجل، دايما الانسكرايبد ايكوال هاف السنترال، يبقى الانسكرايبد دايما ايه هاف السنترال. طيب نيجي هنا ليه المسألة بتاعتنا دي نحلها ازاي. طيب ركز كده معايا، انت اول حاجة عندك عشان تحل المسألة دي تبقى فاهم نوت مهمة جدا. لو انت عندك هنا سيركل وعندك ده ديامتر، ده M وادي A وادي B. طيب الديامتر ده بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه سيمي سيركل، لا هو ميجور ولا هو ايه ماينور. خلاص، ده بنقول عليه ايه سيمي سيركل، حاجة ايه في النص. لو جيت من A ل B هي نفسها من A ل B الناحية التانية، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها سيمي سيركل. سيمي ايه؟ سيمي سيركل. خلاص، يبقى ايه السيمي سيركل دي اللي هو ايه الارك ده، الارك اي بي بنسميه ايه سيمي سيركل، لا هو ماينور ولا هو ايه ميجور، سيمي سيركل على طول. طيب فانت لو عاوز الميجور ارك هيبقى اكتر من السيمي سيركل. ركز كده معايا، يعني الماينور ارك بيبقى less than السيمي سيركل دي اهو. لو دي انجل، لو دي سيركل وده هنا كده وده ام، فام دي بتكون ايه؟ بتكون ماينور، بتكون ايه less than السيمي سيركل. السيمي سيركل هنا كده مثلا، ماشي. طيب وبالتالي بتكون ايه؟ بتكون الانجل هنا بتكون اكيوت او اوبتيوس. لو الانجل دي كبرت كده شويه فتبقى ايه؟ تبقى اوبتيوس. فتبقى عارف ان الماينور ارك تبقى الانجل بتاعته يا اما اكيوت يا اما اوبتيوس. واضح كده؟ طيب لأما السيمي سيركل بتبقى ايه السنترال انجل بتبقى 180. طبعا باين عندك ان دي ستريت انجل 180،
فاللي أصغر منها بيكون أكيوت أو أوبتيوس. أما الميجور آرك بيكون الإيه؟ بيكون السنترال أنجل بتكون ريفليكس أنجل. أهي آدي سيركل وآدي برضو إيه؟ وآدي بي، بس إحنا إيه عاوزين نروح الطريق اللي هو إيه؟ الطويل، فهنمشي كده. فعاوزين الأنجل اللي بره، الأنجل دي. طبعًا الأنجل دي بقت ريفليكس أنجل. يعني ده كده كأن ده السيمي سيركل وإحنا إيه؟ عملنا أنجل مور ذان 180. طيب يبقى الخلاصة ان انت عندك الميجور ارك، الميجور ارك بيكون قدامه سنترال انجل بتكون ريفليكس انجل، واضح كده؟ طيب فهو بيقول لك بقى الانسكرايبد الميجور ارك بتكون نوعها ايه؟ طبعا ده كلام جنرال، فطالما كلام جنرال اختار اي انجل تعجبك. يعني ايه الريفليكس انجل؟ اختار اي انجل بيجر ذان 180 وليكن مثلا 200، مش 200 دي ريفلكس انجل، تمام، وده كلام جنرال يعني على اي ريفلكس انجل، فانا اخترت 200. لما اجي اعمل لها ديفايدد باي 2 عشان اجيب الايه الانسكرايبد يطلع لي 100، فال 100 ده ايه؟ يطلع اوبتيوس، واضح كده؟ يبقى دايما الانسكرايبد هتطلع ايه؟ اوبتيوس انجل. طيب ليه ما تطلعش رايت؟ لان الرايت دي خاصه بالسيمي سيركل، ودي عليك وتتحفظ ان السيمي سيركل الانسكرايبد الخاصه بيها بتكون ايه؟ بتكون رايت انجل، واضح كده؟ نيجي هنا بعد كده ليه كويستشن نمبر 2. عندنا اللينس اوف ارك ايكوال 1 اوفر 3 باي ار، والمطلوب عندنا فاين ثيتا اللي هي السنترال انجل للارك بتاعنا. طبعا في عندنا هنا رول، والرول ده خلاص احنا عملنا له بروف وبنستخدمه على طول، وهو ان ال equal ratio times circumference. يا ريت تحفظ الرول بالشكل ده، ratio times circumference. طيب مين هنا الريشيو بتاعتنا؟ الريشيو بتاعتنا هي الثيتا السنترال انجل للارك على 360، يبقى ثيتا اوفر 360 تايمز 2 باي ار. تيجي بعد كده ايه اللينس ده بيقول لك ان هو 1 اوفر 3 باي ار، يبقى 1 over 3 باي ار هي نفسها ثيتا over 360 times 2 باي ار. طبعا دي equation، ف you can divide r to both sides و divide by in the both sides، يبقى عندك هنا ايه وممكن تعمل ادي 2 over 360 تطلع 180، يبقى هيطلع 1 over 180، فتوصل هنا في الاخر ان 1 ثيرد بقت هي نفسها ثيتا اوفر 180، 2 اوفر 360 يبقى 1 اوفر 180. المهم هتوصل للشكل ده كروس مالتيبليكيشن، يبقى الثيتا ايكوال 1 تايمز 180 اوفر 3، فتطلع الاجابه 60 degrees. نيجي بعد كده ليه question number 3 بيقول لي the ratio between inscribed to central angle equal to 2 what. طيب رغم ان ده سؤال تافه جدا الا ان اغلب الناس ممكن ان هم يغلطوا فيه. ليه؟ طبعا انت من primary 6 عارف ان في الريشيو يهمني كلمة 2 او احيانا بتتكتب and، هي هنا عندك في السؤال مكتوبة and، فمش فارق عندنا اند او تو، المهم ان انت ايه الريشيو لازم تكون بالترتيب، عندك الاول انسكرايب اند سنترال، فاللي هيتكتب هنا هيكون تبع الانسكرايب وبعد كده هيكون تبع الايه السنترال. طيب وانت عارف ان الريشيو بتوين انسكرايب اند سنترال از 1 تو 2، الريشيو دي انت ايه حافظها، الريشيو بتبقى 1 تو 2، لو الانسكرايبد ب 1 ديجري السنترال هتعمل لها تايمز 2 تبقى 2 ديجري، خلاص كده دي ريشيو. طبعا واي ريشيو تقدر ان انت تجيب لها انذر فورم تعمل تايمز او ديفايد، فانت ال 1 ده بيكمز 2 يعني هو عمل تايمز 2، يبقى اعمل تايمز 2 للريشيو كلها، يبقى 2 كمان تايمز 2 يديني هنا ايه 4، واضح كده؟ يبقى الريشيو عندنا هتكون 2 to 4. نيجي هنا بعد كده ليه question number 5 بيقول لي لو انت عندك A B ده كورد وعندك C D ده another كورد،
ودول perpendicular، هات لي measure arc AD plus measure arc BC. طيب طبعا انت المفروض ان انت اخدت ريليشن اللي اسمها well known examples. خلاص، لو عندك two chords meet او intersect inside، فالمفروض ان الارك اللي قدامها الميجر اوف الارك اللي هو ده، والميجر الارك اللي ورا الانجل، يعني كل انجل بيبقى قدامها ارك ووراها ارك، ماشي كده؟ طيب فايه المفروض ان ال 90 دي عباره عن ايه؟ عباره عن هاف الارك الاولاني اي دي بلس الارك الايه الثاني اللي هو ايه اللي وراها هنا اللي هو مين؟ بي سي. طيب ولو كانوا دول ميت اوت سايد كانت بدل البلس هتبقى ايه؟ هتبقى ماينس. طيب ال2 دي هنا في الديفايد طلعها هناك بالايه؟ بالتايمز، يبقى عندك ميجر ال2 اركس اللي هو اي دي وبي سي ايكوال 180 ديجريز. نيجي بعد كده ليه كويستشن نمبر 6، بيقول لي ميجر انجل ام اي بي، هو راسم ايه تراينجل كده، عاوز يعرف ميجر انجل ام اي بي ايكوال كام. فركز معايا كده، يبقى وانت بتذاكر ايه تحفظ نفسك كده ان التراينجل ده مش تراينجل عادي، ده تراينجل الفيرتكس هي السنتر والسايدز هما تو ريدياي. فانت تكتب كده سينس اول ريدياي ار ايكوال، كل الراديوس ايه ايكوال، يبقى زير فور على طول تراينجل ام اي بي از ايسوسيلس تراينجل، يبقى ايه ده؟ يبقى ايه ايسوسيلس تراينجل. فانت خلاص بقى معاك ايه؟ ان التراينجل ده ايسوسيلس تراينجل. طيب وانت المفروض شايف ان هنا في انسكرايب، فتقدر تجيب الايه السنترال اللي هي جوه هنا، فتكتب كده ان ميجر انجل بي ام اي هيبقى عباره عن 40 تايمز 2 ايكوال 80، وتكتب له كده بين براكتس ان السنترال انجل ايكوال توايس ايه الانسكرايبد انجل. خلاص السنترال ايكوال انسكرايبد تايمز 2. طيب وانت هنا ايه؟ طالما جبت دي ب 80 وعندك ده ايسوسيلس، يبقى زير فور ميجر انجل اي هتبقى عباره عن 180 ماينس 80، واللي يطلع هنعمله ايه؟ ديفايدد انتو 2 ايكوال انجلز، يبقى 180 ماينس 80 اوفر 2 تطلع ايه؟ تطلع ب 50 ديجريز، يبقى دي ب 50 ودي زيها كمان بكام؟ ب 50. نيجي بعد كده ليه question number 2. طبعا دي هنا مسألة المفروض ان انت هترسمها، ولما تيجي ترسم يستحسن ان انت تستخدم الكومباس، وممكن تستخدم الراديوس ب 5 سنتيمتر. مش معنى 5، براحتك ممكن 6 7 زي ما انت عاوز يعني، ولكن ال 5 بتبقى السيركل ايه مناسبة كده، وفي نفس الوقت ايه تعرف تشوف الايه الرسمة بتاعتك. طيب فاحنا لما نيجي نرسم هنا اول حاجة بيقول لي ايه؟ في بوينت ايه اوتسايد سيركل ام، فانا هم جاي رايح ايه راسم ادي سيركل ام اهي. خلاص وفي بوينت اوتسايد، يبقى خلي بوينت هنا ايه اوتسايد. وبعد كده بيقول لي ان اي بي ده تانجنت ات بي. طيب يبقى انا هاجي من عند الاي ونرسم هنا ايه تانجنت كده، خلاص يكون لاين تاتش كده السيركل، ونسمي البوينت دي مين؟ نسميها بي. طيب يبقى اي بي ده كده ايه تانجنت. وبعد كده بيقول لي ان اي ام، يبقى هو بدأ من عند الاي ومشي عند الام وفضل ايه مكمل، يبقى نكمل زيه كده ايه ونعمل ري او اي ام ري. طيب اي ام ري ده cut the circle او intersect the circle at two points C and D respectively. كلمة respectively يعني بالترتيب وانت ماشي في الطريق اللي انا بقول لك عليه كده، اول بوينت سميها دي، تاني بوينت سميها بوينت سي، تاني بوينت سميها دي. يبقى معنى كلمه ريسبكتيفلي يعني بالترتيب وانت ماشي من A ل M ري. طيب بعد كده بيقول لك هنا ان انجل A ايكوال 40 ديجريز، يبقى انجل A دي بكام؟ ب 40 ديجريز، والمطلوب منا ان احنا نجيب ميجر انجل بي دي سي. طيب فممكن انت هنا ايه تقوم جاي عامل كده كونستراكشن، ويا ريت اي كونستراكشن ترسمه تعمله ايه لاين يكون دوتس كده. فانا هم جاي عامل ايه اللاين اللي هو ايه اللي هو بي دي لاين دوتس كده، خلاص عشان ايه ده مش مطلوب في الرسمه ولكن ايه مطلوب هنا. انا عشان اجيب الانجل بي دي سي لازم اعمل جوين لمين؟ لبي دي.
طيب والانجل طبعا بتكون عند الايه، عند اللي هو الميدل ليتر اللي هو ايه انجل بي. فدي كده ايه اللي احنا عاوزين ايه نعرف هي بكام. فنيجي دلوقتي نحل المسألة دي مع بعض. زي ما احنا قلنا احنا هنا بندور على انجل دي، وانت بتحل لازم ايه تقعد ايه تقرأ المسألة كويس وتحاول ان انت ايه توصل للحل. اول حاجة عندك هنا انجل دي، لاحظنا ان هي ايه انسكرايبد انجل، يبقى دي اول ملحوظه ودي كلام ايه كلام سليم. طيب انا هنا كمان لقيت ان في تانجنت، والمفروض برضو بعيد تاني البيزك نوتس اللي انا نزلتها على الجروب دي، مهمه جدا جدا ان انت لو شفت تانجنت فانت معاك معلومه ايه سنس ان الراديوس بيربنديكولار على التانجنت. يبقى انت لو لقيت تانجنت فيبقى معاك 90 ديجري. طيب طبعا في هنا كونستراكشن بيبقى مشهور في اغلب المسائل، اغلب المسائل لو انت مفيش حل مباشر تعرف ان فيها كونستراكشن، وبيكون ايه كونستراكشن خلاص من كتر تكرار المسائل بيكون ايه هو تقريبا نفس الفكره، وهو ان انت بتعمل جوين للراديوس ام بي. خلاص لما اعمل جوين للراديوس ام بي بقى عندي راديوس وبقى عندي تانجنت، فبقى عندي 90 ديجري والطريق يبدأ ايه يتفتح قدامي. طيب نكتب بقى الكلام ده ازاي؟ نكتب هنا كده، يبقى نكتب construction، هنكتب ايه draw او بلاش draw خليها join، خلاص join او draw الاتنين ايه واحد يعني join mb. طيب ولما نعمل join mb تكتب له sense ان radius perpendicular على التانجنت، يبقى 04 measure angle mb A equal 90 degree. طيب دي ب 90 والانجل دي ب 40، يبقى الانجل دي بكام اللي هي انجل M. يبقى انا دلوقتي لقيت فيه تراينجل اهو بالاخضر، تراينجل ده بقى فيه 2 انجلز نون معروفين وفي 1 انجل ان نون اللي هي انجل M. يبقى اكتب كده ان تراينجل ABM عندنا ميجر انجل ام هتبقى عبارة عن 180 ماينس 40 بلس 90، وطبعا بتطلع هنا كام 50. يبقى احنا كده عندنا هنا ايه 40 و50 و90 كده 180. طيب لما انا جبت ميجر انجل ام وطلعت لي ب 50 ديجري، هل اقدر اجيب بقى الانسكرايبد لنفس الارك؟ خلي بالك ده الارك اللي الانسكرايبد سبتندد بي. طيب يعني ايه سبتندد؟ يعني الكورد ده بينتهي عند بي وبينتهي عند سي، فالارك بتوين بي اند سي اسمه سبتندد ارك. طيب فالانسكرايبد ايكوال هاف السنترال سبتندد باي ذا سيم ارك، يبقى عندك هنا ميجر انجل دي هتبقى ايكوال ايه 50 ديفايدد 2 تطلع 25 ديجري، وتكتب كده ان الانسكرايبد ايكوال هاف الايه السنترال، يبقى الانسكرايبد ايكوال هاف السنترال. نيجي بعد كده لكويستشن نمبر 2 بي، بيقول لي عندنا هنا ان ميجر ارك زد ال ايكوال 70 ديجري، وزي ما اكدت قبل كده ان انت زي ما بتهتم بالرسمه لازم برضو تهتم بالكلام اللي جنب الرسمه، لان احيانا بيكتب هنا كلام مش بيبقى موجود على الرسمه. تمام، فلازم تقرا ده وكمان ايه تبقى شايف الرسمه اللي قدامك. وفي الاغلب كل الكلام اللي هنا بتلاقيه موجود ايه كل اللي على الرسم بيكون موجود ايه في ايه الوصف بتاع ايه المساله اللي عندك. فهو هنا كاتب ان ميجر ارك زد ال ايكوال 70 ديجري، وكمان كاتب ان اكس واي بارلل تو زد ال، وطبعا ايه هو كاتب ان اكس واي ده دايمتر، وطبعا واضح ان هو دايمتر لانه باسنج ثرو ذا سنتر ام. فالمطلوب هنا فايند ميجر انجل اي. لما تيجي تجيب ميجر انجل اي انت اول حاجه تشوف انجل اي دي عباره عن ايه، هل اي دي موجوده جوه تراينجل، هل اي دي انسكرايبد. طيب فانا لاحظت ان انجل اي دي انسكرايبد انجل، طيب هل اقدر اجيب السنترال للانجل دي او هل اقدر اجيب الميجر بتاع الارك اللي قدامها؟ وطبعا ايه الاجابه ان احنا ايه نقدر بقى منين؟ من ان انت عندك نوت يعتبر نوت مهمه ولكن ايه مش بتستخدم كتير، فعشان كده المساله دي ايه مهمه.
خلاص. فانت عندك نوت ان لو انت عندك parallel lines وفي اي سيركل، فال parallel lines دول cut the circle into equal a chords. فالمفروض هنا ان x z يكون هو نفسه مين؟ ال arc y l. وطبعا هنا تاخد بالك، واحد ممكن يقول لي هم دول equal بالنسبة للميجر ولا اللينث؟ فطبعا لو هم equal in measure يبقى برضو ايه equal in length. فالمهم هنا ايه، يبقى التو arcs دول are equal. وفي كمان نوت مهمة، ان انت اول ما تلاقي ان في diameter موجود فتعرف ان السيمي سيركل عليها ايه central angle 180، زي ما شرحنا في question 1 من شوية ان السيمي سيركل عندها central angle كام 180. فخلاص انت طالما شفت دايمتر تبقى عارف ان الارك زد واي كله بكام؟ ب 180. فتيجي هنا كده تكتب ان سنس ان اكس واي از دايمتر، وطالما هو دايمتر تكتب زير فور ان ميجر الارك اكس واي ايكوال 180 ديجريز، وتكتب سنس ان ميجر ارك زد ال ايكوال 70، هو اللي قايل ان الارك ده بكام؟ ب 70. فبالتالي هتروح ايه تجيب الريميننج او الباقي خلاص، وتعمله ديفايدد باي 2، يبقى زير فور ميجر ارك زد اكس او اكس زد ايكوال 180 ماينس 70، واللي يطلع نعمله ديفايدد باي 2. فالانسر هيطلع ايه 110 divided 2، يطلع الانسر ايه 55 degree. دي تبقى هنا 55 ودي هنا تبقى كمان ايه 55، فتبقى السيمي سيركل كلها 180. وبعد كده ما تنساش ان هو طالب ميجر انجل ايه، وميجر انجل ايه دي انسكرايبد، فهي تبقى هاف الميجر اوف ذا ارك، يبقى therefore ميجر انجل ايه هتبقى 55 divided by 2، فيطلع الانسر ايه؟ فيطلع الانسر 27 and half degree. نيجي بعد كده ليه question number 3a. عندنا هنا رسمة وهو طبعا كاتب عليها شوية كلام، وفي الاخر بيقول لك proof that ان a b y x is a cyclic quad. طبعا يبقى انت لازم ايه تروح تعمل join بالرصاص كده ال y x وتعمله ايه line dots، عشان تعرف ايه ان انت تفرقه between ايه اللاينز اللي هو رسمها واللاين اللي انت رسمه as a construction او حاجة تساعدك. طيب ايه نسبة ده cyclic quad ازاي؟ ركز كده معايا. انت اول حاجة طالما عمل join للdiagonals، ما انا ده كده الايه مطلوب ان انا اثبته ان هو يبقى cyclic quad، هو ده ايه الفيجر بتاعنا. طيب هل الdiagonal دي هو عمل لها join؟ هتلاقي الdiagonals طبعا ايه حصل لها matching، عمل a y و b x matching. طيب فطالما الدياجونالز ار ماتشد، فيبقى انت ايه تفكر على طول اول حاجه في الكات ايرز. كات ايرز خلاص ده ايه، ده اختصار لايه؟ للبروبرتي دي. اي سايكليك كواد خلاص كده، طبعا دي كات ايرز، كان لو في عندنا مثلا ايه قطه هنا كده، فدي ايه ودن القطه كده بالعربي يعني، خلاص زي ما كنا ايه بنرسم ايام ايه ايام زمان. طيب فالمهم ايه، فالكات ايرز دي لو انت عندك ايه سايكليك كواد وعملت جوين للدياجونالز اهو 1 2 3 4 ادي A B مثلا يعني C D، ده كده سايكليك كواد. فالمفروض ان انت ايه، ان لما تعمل جوين للدياجونالز كل تو انجلز اوبوزيت لسيم سايد ار ايه ار ايكوال، فالمفروض ده يبقى قد ده، والمفروض مثلا دول اوبوزيت لدي سي. ممكن كمان مين تختار اي انجل، لو اخترت مثلا السايد اي دي مين اوبوزيت لي، هتلاقي دي وتلاقي الانجل دي، خلاص يبقى كل سايد تقف عليه هنا كده وتوصل ايه من عنده للفيرتكس ايه اللي قدامه، تلاقي نفسك عملت ايه الكات ايرز بالشكل ده. فاحنا دلوقتي هندور على تو انجلز يكونوا ايكوال وفي نفس الوقت يكونوا ايه اوبوزيت لاي سايد من السايدز الخاصه بالسايكليك كواد اللي قدامنا. طبعا لو الكات ايرز دي فيلد بعد كده ممكن نبقى نشوف الاكستيريور ايكوال الفار انتيريور، او نبقى نشوف الايه تاني ان اوبوزيت انجلز ار سبليمنتري.
طيب فكده كده ايه، خلينا الاول في المساله بتاعتنا نشوف الايه الكات ايرز دي. طيب في هنا طبعا تريك، والتريك دي رغم ان هي تافهه جدا جدا، يعني هي تريك تافهه ومعروفه اي حد في برايمري 4 يبقى ايه عارفها، ولكن ممكن ايه ان هي ما تبقاش ايه حاضره في ذهنك قوي وهي ما تعرفش تحل المساله، وهي ايه يعني انت اصلا من تفايتها هتتخض، ان انت لو انت عندك any two straight lines meet at a point او intersect بيكونوا four right angles. فلو انا رسمت لك هنا right angle يبقى انت المفروض عارف ان الرايت انجل دي فين، في زيها الناحية التانية، ولو طولت دي هتلاقي في زيها هنا وفي زيها هنا. طيب يبقى احنا بنرسم one right angle، بس انت تبقى عارف ان في ايه حواليها كمان ايه رايت انجلز زيها، رغم ان النود دي سهله جدا الا ان هي ايه مفتاح الحل بتاع المساله بتاعتنا. ازاي؟ طيب هو هنا رسم لك ال 90 ديجري ناحيه اليمين، هو بيقول لك ان ايه زد بيربنديكولار على بي سي، طيب فعمل ال 90 ديجري هنا. طيب انت بقى تبقى عارف ان في كمان 90 ديجري في الايه في الليفت سايد في الناحيه الثانيه اهو، طالما رسم 90 هنا ففي زيها ايه 90 الناحية التانية، وبرده نفس الكلام طالما هنا ادي بي اكس بيربنديكولار على اي سي فال 90 ديجري رسمها هنا ناحية الرايت، فتبقى عارف ان في واحدة هنا كمان ناحية الايه الليفت. فلو انت جيت شفت هنا هتلاقي فعلا ان التو انجلز دول فورم كات اير اند اوبوزيت تو ذا سايد مين اللي هو اي بي، فبقى ايه بي ده عامل كده اهو، بقت عامله ايه بالشكل ده كده خلاص، دي بقت 90 ديجري ودي بقت ايه زيها 90 ديجري اهم، والاثنين دول لوك ات ذا سايد اللي هو مين اي بي. طيب يبقى احنا كده ايه بنوت تافهه جدا جدا قدرنا نثبت ايه المساله بتاعتنا. طيب هنكتب كده الكلام ده ازاي، هو ايه نفس اللي احنا قلناه ده، هتكتب ايه طبعا مفيش بقى تكتب ان هي ليفت ورايت، ده كلام ايه معروف ده ليك انت وانت بتحل، فانت تكتب ايه سينس ان ميجر انجل، او لو عاوز تكتب بالتفصيل تكتب كده سينس ان اي واي بيربنديكولار تو بي سي ذيرفور ميجر انجل اي واي بي ايكوال 90 ديجري، فهو هيفهم ان انت قلت دي 90 يبقى اللي جنبها ايه ب 90. نفس الكلام تكتب ان اكس واي او واي اكس بيربنديكولار على اي سي زير فور ميجر انجل اي اكس بي ايكوال 90 ديجري، يبقى تكتب كده على طول زير فور اي بي واي اكس از سايكليك كواد، وتكتب ايه ان هما سبتندد باي ذا سيم سايد اي بي. لو انت عاوز تكتب التفصيل تكتب كده ان ايه، ممكن تيجي هنا تكتب ايه، تكتب هنا سينس ان الانجل دي اللي هي ميجر، بلاش بقى ميجر، تكتب سينس انجل اي واي بي وانجل اي اكس بي سبتندد باي ذا سيم سايد هنا بنتكلم على سايد خلاص، بقول ان تو انجلز دول قدام نفس السايد، قدام نفس السايد اسمها سبتندد باي ذا سيم سايد، يبقى ده ايه سايكليك كواد. نيجي بعد كده للسكند ريكوايرد، بيقول لي بروف ذات ان بي سي بايسكت الانجل اكس بي زد. طيب فانا اجي اقول هنا ايه، اقول ان ادي اكس بي زد، ممكن اتقل كده عليها اهو، والمطلوب ان فعلا يطلع دي ستار ودي هي نفس الستار، ان بي سي عامل لها بايسيك. طبعا الستار دي انا بحاول ان انا اثبتها، هو ما قالش ان دول ايكوال، انا المفروض اوصل ان دول ايه يبقوا زي بعض، او انا كاني بعمل تشيك هل فعلا دي ايكوال دي، الكلام ده ترو اور فولس، طبعا لازم يطلع ترو لان هو ايه بيقول لك اعمل بروف. طيب فاحنا هنا نعمل ايه؟ اولا انا هلاحظ ايه ان الانجل الستار دي اللي هي سميها مثلا 1، بلاش ستار، سمي مثلا دي انجل 1 وسمي دي انجل 2، والمفروض اوصل ان 1 ايكوال 2، فانا هلاقي هنا ايه ان انجل 1 دي انسكرايبد قدام سي بي،
وفي انسكرايبد زيها اللي هي مين؟ انجل A. دول انسكرايبد باي ذا سيم ارك، فدي تبقى نسمي دي ايه؟ 3. طيب وانا بعد كده خلاص اثبتت سايكليك كواد، فالمفروض دول كات ايرز، فتبقى 3 هي نفسها مين؟ 2. طيب نعيد تاني الكلام ده بالراحة دلوقتي. ايه عاوزك كده تعود نفسك ان اي مسألة كبيرة يعني فيها ايتمز، مثلا نمبر 3 عندك نمبر 1 بروف ذات كذا، نمبر 2 وهكذا، فاي مسألة فيها ايتمز ورا بعض تقريبا يعني او في الاغلب اللي انت بتجيبه في نمبر 1 بترجع تحتاجه تاني في نمبر 2، واللي تجيبه في نمبر 2 هتحتاجه تاني في نمبر 3 and so on. طيب فيبقى ايه، بتبقى دي مسألة كده ايه متكاملة او مترابطة ايه مع بعضها، واضح؟ طيب فانت هنا ايه، يبقى انت هنا طالما انت عملت بروف لسايكل الكواد فده بقى معاك كأنه سنس، كأنه جيفن بالظبط. طيب فانت عاوز تكتب ايه، توصل ان 1 equal 2، فتكتب كده، تكتب سنس ان ميجر انجل 1 ماشي، او سميها بقى ايه انجل بي زد بي واي، اسماء يعني عادي، ميجر انجل بي، ميجر انجل زد بي واي ماشي، ايكوال ميجر انجل 3 اللي هي زد اي سي ماشي، دول ايه سبتندد، سبتندد باي سيم ارك، دول ايه قدام نفس الارك اللي هو ايه زد سي، ممكن تزود وتكتب له كمان الارك اللي هو مين زد سي. طيب فخلاص انا كده معايا 1 equal 2 1 equal 3، تقوم بقى 3 دي هي اللي هتنقلني ان 1 equal 2 ازاي، ان 3 و 2 اصلا ايه equal، فتكتب كده هنا وبعدين since ان measure angle z a c اللي هي number 3 equal measure angle x b y اللي هي 2 هنا، خلاص دول ايكوال ليه، تكتب هنا ايه، تكتب اللي هو ايه كات ايرز، خلاص طبعا تكتب ايه قبلها هنا اهو سنس ان اي، ده ده كده اللي احنا جبناه ده ايه، اعتبره سنس بالظبط، سنس اي بي واي اكس از سايكليك كواد، فانا اقدر استنتج بقى بعد كده ايه ان فعلا ايه دي بقت بروبرتي موجوده، الكات ايرز خلاص بقت ايه بروبرتي، واضح كده؟ فيبقى انا دلوقتي معايا خلاص طالما ده سايكل الكواد واحنا خلاص اثبتناها بالكات ايرز، فبقى معايا الكات ايرز دي تعتبر ايه بروبرتي موجوده فاليد صالحه لاي كات ايرز جوه الايه السايكل الكواد بتاعي. طيب فخلاص يبقى ايه اثبتنا ان دي هي دي، يبقى انا اثبت هنا كده ايه ان 1 و 2 قد بعض، يبقى 1 equal 3 و 3 equal 2 يبقى 1 و 2 ايه قد بعض، يبقى therefore measure angle 1 اللي هي زد بي واي equal measure angle 2 اللي هي اكس بي واي، معنى كده therefore ان بي سي ده ايه عمل bisect لانجل اللي هي زد او اكس، انجل اكس بي زد، يبقى بي سي قسم الانجل دي ايه into 2 equal angles.